صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير لجميع نادي العظام، وصباح الخير لجميع اعضاء نادي الاهلي بكل فروع. دايما ربنا يحفظكم في كل صحه وسلامه يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا دخلنا في موسم الاجازه، اجازه سعيده على الكل يا رب، وربنا يحفظنا جميعا. طبعا احنا جايين النهارده عشان برضو انا بحب اتكلم في تفاصيل كده معينه ممكن تفرق معانا قدام جدا، يعني تبعدنا مسافه طويله جدا عن موضوع الاصابات اللي بتحصل جوه الجيم. ايه هي؟ عايزين نفرق بس ما بين حاجه اسمها التمرين الاستاتيك، او عشان كده بالعربي بس نسهل على بعض، تمرين الثبات وتمرين الديناميك، التمرينات اللي من الحركه. طيب امتى يا كوتش اعمل التمرين ده وامتى اعمل التمرين ده، وده فايدته ايه وده فايدته ايه؟ هو ده اللي جايين نتكلم فيه النهارده بالحلقه مع بعض، ويا رب تكون حلقه خفيفه كده عليكم وتعجبكم. خلينا نتكلم الاول على التمرين الاستاتيك. التمرين الاستاتيك يا جماعه احنا بنلجأ ليه في حالتين. الحاله الاولانيه لو واحد كبير او واحده كبيره في السن فمش هتقدر تعمل تمارين من الحركه، فهي عايزه نفس النتيجه او نفس الافكت بس يكون تمرين من الثبات. او الناس اللي عندها لا قدر الله اصابات مش هتقدر تعمل تمرين وعايزه تقوي العضله عشان تبدا ترجع لمرحله التاهيل، ان بدورها هيرجعها تاني تعمل التمرين من الحركه اللي هي التاهيل اللي هي ما قبل الاصابه، ترجع تاني لاعب سليم يقدر يشتغل التمرين بتاعته في الملعب مع الفريق بتاعه. هم دول حالتين بتوع تمرين الاستاتيك اللي هو تمرين الثبات. طيب تمرين الديناميك اللي احنا كلنا بنعمله، او الاسترتشات الديناميك اللي احنا كلنا بنعملها، اللي هو الشخص السليم ممكن يعمل مثلا سبيل المثال تمرين البايسبس، ده تمرين ديناميك. ممكن يعمل تمرين الكيرل، ده تمرين ديناميك، اللي هو الهامسترينج كيرل او الليك كيرل، ده تمرين ديناميك. ممكن الاكستنشن، ده تمرين ديناميك. تمام، فاحنا كده عرفنا ده بنعمله امتى وده بنعمله امتى. الايفكت هم الاثنين واحد، بس ده بعمل تقويه عن طريق الثبات عشان خاطر انا عندي ظروف في جسمي، يا اما اصابه يا اما انا كبير في السن زي ما قلت لحضرتك، فمش هقدر اعمل تمارين من الحركه. وعرفنا تمرين الديناميك اللي ممكن اعمله لو سواء لاعب ما عندوش اي حاجه بيقدر يشتغل تمارين الديناميك، ودي بتبقى مرحله متقدمه شويه، او ممكن حتى لو انا كبير في السن بس بقدر اتحرك، مش ما وصلتش لمرحله اللي انا اقعد مش قادر اتحرك، ساعتها ممكن اقبل بتمارين الديناميك بس بحجم او شده قليلين عشان ظروف السن. طبعا احنا خلينا نتفق ان طبعا العمر مجرد رقم، انا ما عنديش مشكله شاب عنده 20 سنه لشاب عنده او حد كبير في السن عنده 50 او 60 سنه، الاثنين يا جماعه بيعملوا نفس التمرين بنفس الكفاءه، بس هي العزيمه والاراده هي الفاصل ما بين الاثنين. انا عايز اكون حد معين فهوصل له، انا مش عايز اكون حد معين فهفضل مكاني محلك سر ومش هوصل للي انا عايزه او هدف. فخلينا نخش على التمرين. التمرينات طبعا امثله للتمرينات الاستاتيك او الاسترتشات الاستاتيك وتمارين او استرتشات دايناميك. طبعا خلينا نبدا الاول، لان المشكله كلها والاصابات كلها بتيجي معظمها في الرجلين. فلو انا عندي خشونه، عندي غضروف في مفصل الركبه، عندي لا قدر الله طالع من عمليه رباط صليبي، فعايز ادخل الجيم، الدكتور قال لي هتبدا تدخل الجيم مثلا بعد 6 شهور، بعد 3 شهور، زي ما بشوف مثلا لعيبه الكوره. طيب انا كلاعب بقى طالع من اصابه وعندي مشكله في ركبتي وعايز ابدا ادخل الجيم عشان اعمل تمارين تقوي العضله عن طريق ان انا اثبتها، او تمارينات ثبات اللي هو الاستاتيك اللي قلنا عليه، بس في نفس الوقت ما اعملش حركه عشان ما ترجعنيش تاني للاصابه، اعمل ايه؟ مثلا عايز اقوي عضله الكوادريسبس او العضله الاماميه، ابدا افرد ظهري على الكرسي. طبعا بالسبب ده اللي احنا جبنا الكرسي فيه، ان انا افرد رجلي على الكرسي واجيب مشط رجلي عليا ويكون موازي للرجل الثانيه اللي ثابته بزاويه 90 على الارض. اجيب مشط رجلي عليا ليه؟ عشان خاطر اعمل كونستراكشن او شد او فليكشن لعضله الكوادريسبس اللي هي مرحله الشد يعني. ببدا اثبت من 10 ل 15 او 20 حسب الحاله ثبات. ده تمرين بقوي فيه العضله الاماميه وفي نفس الوقت ما بعملش حركه. فمعنى كده انا بحافظ على المفصل اللي فيه الاصابه، او بعد ما عملت مثلا عمليه رباط صليب او غضروف، وفي نفس الوقت انا بقوي عضله الكوادريسبس. بعمل 20 او 30 ثانيه زي ما قلنا. برجع تاني بعمل نفس الكونستراكشن لعضله الكوادريسبس في العضله او في الرجل الشمال، زي ما انا واقف كده بشد بطني طبعا، افرد صدري زي ما احنا متفقين، ظهري مفرود، بص قدامي، بجيب مشط رجلي عليا و بثبت زي ما احنا شايفين. طب انا عايز ازود الخطوره بتاع التمرين او الافكت بتاع او صعوبه التمرين شويه، انا ممكن اعملها من الحركه بس مش من المفصل بقى، لا بحركه الهيبس اللي هو الحوض. ممكن اعمل حركه دائريه وبرده العضله ثابته. اوكي، ممكن اعمل حركه افقي فوق تحت زي انا مثبت نفس الوجبه كده، ممكن يمين شمال. ممكن بقى لو انا عايز اروح لمرحله متقدمه شويه ممكن اقول له مثلا اكتب لي حرف الام، ارجع تاني حرف الام، حرف الان، حرف الاس، ايا كان الحرف، يبقى انا كده بجبره بديله لعبه صغيره وفي نفس الوقت بشغله عن ان هو يثبت رجله عشان ما توجعوش ويقول لك لا انا عايز خلاص تعبت، لا انا بديله لعبه يعني في نفس الوقت اللي انا بعمله تاهيل للاصابه. عملنا التمرين الاستاتيك مثلا الاماميه
طيب تعال نعمل خلفيه، نعملها ازاي؟ الحاجات دي يا جماعه بتخص اللعيبه اكتر طبعا. انا ممكن انام على ظهري اهو، تمام، وبحط كعب رجلي على الكرسي تمام ثابت. طبعا اللور الابر باك او الظهر كله على الارض ستريت، وبرفع رجلي كده الهيبس، وبرتكز على العضله الخلفيه يا رب تكون باينه للمشاهدين، وبرتكز على كعب رجلي. الوقفه دي بتعمل شد العضلات الخلفيه، يبقى انا كده بعمل تمرين استاتيك للعضله الخلفيه من غير ما اعمل اي حركه تاذي المفصل سواء الهيبس او الني اللي هي الركبه. بثبت. طبعا انا ممكن اعمل التمرين ده برضه 3 مجموعات، كل مجموعه 30 ثانيه. بعمل المجموعات بتاعتي، يبقى انا كده عملت تقويه لعضله الرجل وعملت تقويه لعضله الخلفيه. تمام؟ طيب لو عايز اعمل برضه عندي يا سيدي مزق مثلا في عضلات البطن، مزق في عضلات الظهر، انا بقول لك الاصابات دايما المشهوره في الجيم. ساعتها مفيش افضل من تمرين البلانك لانه من الثبات. اهو. اوكي؟ طيب يا جماعه التمرين ده صعب عليا شويه، انا حد عندي 50 60 سنه وصعب عليا شويه، اعمل ايه تمرين استاتيك؟ اهو. اثبت فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واعمل 10 كمان زيهم يبقى 20 عده، يبقى انا برضو قويت عضلات الظهر او العضلتين النصبتين العمود الفقري اللي هي العضله القطنيه، عملتها تقويه في مرحله الثبات. ونقيس بقى كل التمارين دي يا جماعه على تحت او مظله التمارين الثابته او التمارين عديمه الحركه اللي هي الاستاتيك. ممكن اعمل يا جماعه استريتشات استاتيك؟ اه، بس دي اعملها امتى؟ السؤال الاخير اللي هنجاوب فيه في الحلقه، امتى اعمل استريتشات استاتيك وامتى اعمل استريتشات دايناميك؟ ده للانسان بقى السليم اللي ما عندوش اي اصابه تاني خالص. انا ممكن اعمل استريتشات استاتيك دي بتكون بعد التمرين. طب الاستريتشات الدايناميك اللي هي بتبقى ملحقه دي بتبقى قبل التمرين، تمام؟ ممكن اعمل استريتش استاتيك ده بيبقى بعد التمرين طبعا للخلفيه، هناخد مثلا مثال عضله الخلفيه وبثبت، ده استاتيك مش ثبات. كده بعمل استريتش الهيبس اللور باك الخلفيه الكالف اللي هي السمانه. طيب لو انا لسه داخل التمرين وسخنت وعايز اعمل بس استريتشات قبل ما اخش التمرين بتاعتي، بعمل حاجه بسيطه، واحد وارجع تاني، واحد وارجع تاني، واحد وارجع تاني، عشان خاطر احافظ على نسبه الدم او اساعد نسبه الدم اللي داخله العضله. لكن طبعا في اخر التمرين انا بحاول ارتاح واريح العضله بتاعتي من المجهود اللي انا وقعتها عليه عن طريق الاسترتشات، واريحها من وجود حامض اللاكتيك طبعا اللي هو مسؤول عن العرق، مسؤول عن التمرين في فتره التمرين، الشده طبعا والحمل والاوزان اللي انا نزلتها عليه. كده يبقى احنا جاوبنا او عرفنا الفرق بين الاستاتيك والديناميك وامتى بيتعمل وايه فايده ده وايه فايده ده، وفي الاخر ممكن نعمل ايه عشان نوصل للنتيجه المطلوبه، سواء انا مصاب او كبير في السن او حد سليم جدا ما عندوش اي مشكله اوصل للنتيجه بتاعتي المطلوبه. يا رب اكون استفدتوا، واكون كده ضيف خفيف عليكم مع كابتن محمود فوكس والنادي الاهلي في حلقات جايه كتير ان شاء الله. الف سلامه.